الله وبركاته. سلامك بعدي فلتي حير كان إن رجل سميو أمامك وحكى بدل يكابس رجل سميو ومدي أنا كانو تالي وإمي كان حير كاسي ومد نهر يالا ومدي أنا هاي قدي دا أرمها بشدة وإدى أي خصيصو إن حير كاسينا إن بدن أيان هالكا كاهر الني أما صوتا أتا ممالكا هاتو إن مركا رجل سمينا يو دي وحكى بدل يكابس با إن رجل سمينا يو فلتي أنا أقول هذا الكبدين وحن سو جيدين لها أما أقول لها مرك خوري إذا كيو أنت سكت تكتان صحافة دا يو هاي سكت تكان وزارة دا ورفعتو كتبنا قضب رسمية ومرك هسمع قولة ومرك هدلك يددك يو صحافة دا بقوة ناكسن هنوك هنا كتبنا أنا كأنه كريان أنا كنا واحد نسمعين النمر كاسي دبي إيجست بقى نسمعين النا ما دام أن دبي إيجست نسمعين إنه سيس ده وقول ده صعب طبعا لنا واحد دون النا إنه نقولها أهر بقنا كلهم النمر كاسي وسيد ده صعب وان سعيو كت مر كاسي واحد دون النمر كاسي مت دل كنا وحطرتا وان دت كنا وحطرتا فلتي صحافتنا واحد لبا أنكو كينين أيان دونينا إن أنصصرنا هدي أن هاي جديدة أرمها بالشدة أو قبل سن حيركن مركاو حنلاقي هاي مدام أدمان توفردان قطبدي ناسي وين الله كاشتان وسارة ورفافين تا هدي بيرادو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفر دونا أو مدى فتاك يرانا يوسيق ويان سعادة وسيق وسير عثمان سحدي العداني هيكسر وين هي مقلا سروا سعادة وسيق عبد الشامح حوتو يو يسمع عصوب الله قريد سيد تبدأ عرفت بسمع عصوب حرمنا يلوي نور عصوبنا أرجع ونكود عيد لا يقول أبوه أوش عاد أوضح دبانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بني ذكر هذا غيا عشومدن ما توعد من الجمهور يسيا مزارده على قلوا لكن سول شو الجروب كان دوني أنا ولا شان قاد مركب واحد مشترك أس إيش هليش ودي تشي يسيا حوي واحد كان كوفر كوفين ترسو مزارده دي أنا هولها كلهم يقولي ما هالك كوفر دام مكرات ويجي والله من برسا مرقى تلف دي دبك يا ديلا وصعفين سول كان كم من بروي كي لكن سول تكلم خلاص هنا كشر اما وزاره دي واحد ليا اما سول جي واحد ليا لا واحد منهم بنخون ايا او تاس يدا او واحد اسكع او كليرا او كونفل اوف انترست كانوا مجعدي نوكو مركو يسو دنغار كه لي هدنا دنا كلي او سول جن وحا كم مسؤول تاعي درها سيده اور على هي صحفيين انا كون وحا كم مسؤول هي سيدي عن سولكا يموادك جمهورية السودان اللي بدو بدنا نفوت عنهم إلى الآن. difference كي نودي حيا. وا وا إنت. صحفي إنت يا سولكا وحكروا أنا إيه راعة موادك جمهورية السودان الآن إن عن صحفي كنا لو تعدين موادك كنا لو تعدين. مركا هنا guidelines كنا ومحان كنا هذا أي لكن تقول هالك هذا. and وامد قدركم يشوفوا شكله. هذه أدنى رقم هذا نغيا في جاي IMS الروسي اللي كعه وسي هنا توبر كان وندش دولة حرار كان وزارة دخلات الشرعية هاك الصحافة دي هوري يلا بعلاهم كان ومدى عليه يدورو ديبو يدورو هانانتي يقولوا كيسلو كله كسوف وكم يحوي وحكومة سان جعل حيس هدي وحيا أبو بدل كميش كتير حوي سيدي بار يوم القناني ده صحفي عقيري كده صحفة جمهورية السومال اللي أنا هتحي مال مدح بنان وصحفي وعارو إنه محاكو لحظة يدبي كده محاكو لحظة يدبي كده
قف كستو مواد الأولية هي والصحف كلها وقرية هي تهور تمر بقرية سواء حنبا أو حقيقة لكن عطيتها هي أتلاقوا حد دفاعية توك كمرت سوء يبصي ودنا عدا الله عدو دونه كده وعية سواء أما العد دونه يا أما غير ما هو عضلي يا أما دنجار عليه دوار سكول على سكول عيا مركز ومدرو سكول هذا عيسى مركز وحلي ورتا مركز بقرية الصحف كلها وحد كهالية وحقة ورونة oo aan qofka binaaadanka shakhsiyadiisa iyo dadnimadiisa iyo dareenkiisa midna wax u yeelin haduu wax ku qorayay ay jirtana ay noqoto mid dhaah oo factual ah oo la cadeyn karo laakiin aan noqon mid deel isku maxaa qoraday inta soo kaca waranayo xasan baan naxbahay oo dadna xasan waxaan doonaa waxa ka karla iskaas weyn ee meesha ka buuqdaano consequences ne ay jiraan shuruucda dalku daamarin doonto oo xiri doona oo xeerku waa inuu yeeshaa dad waxna iyo suxufiga aan wixii saxaafadu lahayd saxaafadda sharafteedii magaceedana dilaya muwaadinka jamhuuriyadda Soomaaliland rag iyo dumarna waxa maxaa ku raadaya baabina iyo wakiil hadii baalan iskaan yahay ee aad adiguna aad tiraahdo waxaan daafacayaa suxufiga noo maadaa wax la wuxuu sameeyo anaan ku jiraahdo ama gudoomiyuhu ku jiraahdo inta suurta gelin miiso tawaa waxa weeye waa wax iska hormaray waxa kale oo u baahan inaan kowaatoodo waxyaabaha national security issues adduunyada oo dhan waxyaabaha jira aan la qorin war waxa dadani yeelaya sirta qaranka suxufi baa tahay oo resource baa tahay waanu fahminayo waxyaabo badan baa soo helaysa laakiin waa inuu caqligii suxufigu jiraa inaanu waxan qaranka iyo dalka waxa wax yeelaya inaan maxaa ku raadaya dadweynaha ummada loo fahmin loo baahan karin ee suxufigu yeeshaa garasho iyo caqli iyo awood iyo institution ahaan uu ku ilaalin karo wax noocaas ee sirta qaranka maxaa ku dhahay isaga soo gaadhay uu ku ilaalin karo oo aanu cadawna u baahin karin dadka jamhuuriyadda Soomaaliland u baahin dal aan adduunka sir lahayn oo marka xeerka ay ku jirto wixii dalkan wax yeelaya soo gaadhays aynaan maxaa ku dhahay aynaan sire haddii ciidamada tahay يهدي على ما كانوا وطهيو هدي لما تي توبي سومالي لما كانوا وصعلا أما تنكا على الكوة لان وصحفي بو فور اكزامبل دي هل انفورميشن كان دي اللو إلا يوحى سبنا ما لان أنا اللي هو اللي باهين كانوا عمو وحنا نوض هذا كان أوكي صحفي بو دي من غير بو نغضي مك من الشخص يبا سحافة دو يأتك اسمي لاذا لكن هدول الأخير كي جا مهلا يا يو كي جا ما عم قل هذا يا إنه عسكري حدنا إنه هو هي لنا يا وسحافة ده إنه هو هي لنا يا إذا ندوا ولا سكون عيا وسمعنا لأن دوا كل خير أو وخيري سوى ذي نيفي إنه نيك سحافة جا يا نيك وسير كأي أنت مو على قربة إنه ما دورن ده عدالة كون سمع ويا سوى كر سوى كم تها الله سحافة جا إنه يسوي نقطة مدة حدانو دوكمنتري رسمي وعانو باني إنه حقوقه إنه أبينيت بنقطة أو يسوي أبينيت كيسة ده هو بهني نك صحفي ده هدي كلو وبين اللي هو يا ده شو فرتو وبين كي عن شيء أيو أنا تاسو أنا كي لا تهاي وح ما هو ورسمي وشراء وداعية هذا ما يزعلنا يا لكن انتو وركن بيجو هاد لاين أو غيره هذا حوتة سلا يا سلا سمي يوم بعده وح كتير هالشيء ده هذا هو المسؤول عن هاي هذا ما كان هذيك أنا وحنا يا أنا سولت ده أنا وركن سبزوج عليني لكن هدو سندو شيء markaas ma guudama farasaab uu ku socdaa ama DC oo uu been ka qoro taasna waxa la eegsaday baalkii kana waxa la eegsanaya askartiide halka la iskaga dhacaya marka waa halkaas ee hal loo ogaado marka waxa weeye inaynu ku indicate gareyno inaynu ku tareen gareyno ninka suxufigi waxa uu qorayay inay laba kala saaraan inuu opinionkiisa isagu dhiibanayo oo opinion uu ka hadlayo rayigiisa rayigu wuxuu kala mid noqonayaa dadna shicib weynaha jamhuuriyadda Soomaaliya soo garanays islaanta tamaandada halka ku haysa iyo ka kaariga iyo ka maxaa ku raadahay siyaasiyiin weyn ee ma fahmin terapiyada kisu bisni dibanaya wax la isu raacaya ma jirto waa inuu cadeeyo inuu rayigiisa yahay laakiin mar hadduu yiraahdo waa warar ama TV ka baxaya ama radio ka baxaya ama website ka baxaya ama journal ka dhacayo
او بين نقدين لسوعة دي دي اتكس كي صحوفة ده صحوفة صحوفة الله اما صحافة الله هدي واحد لقرية يا البيان ايه انترس قال لو اديك سيدي هو اسكو عيا موت تدك واحد كنا وجرته قبائل بالله اسكو سفيرية وني صحوفة اسكو سفيرية ها رنتا يبقوا هالين سو كريم ميزي قبائل سوى قبيل كي سوى الله يا ما عندك لا سمينا يا أيو قبائل كلا وح اللي وح قتشين وأبورة يا فدنو لا ده ما بك خبر إن أنك فدنو ده كم كوابوري ها كنا قبل ما هي صحافة وين ماذا بنات هاي وح عندنا قرية كنا قبل ما هي نك صح فدنو أبورة يا بنتا هذا هو بن نك أبورة يا دمت لقي لي ما تلكم محكمة دولية ماذا بنان سيستم كي النظام كشروع ده إلى ده تلك أيام مرينا يا سوالك أنا هم دو ذكر توما ورا كرت نم بيان على وان من حلال ما هو قلنا كل بانك كل هذه السنة هي وصحف يجيب الله كده يعني وين 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 يصير ده وين كوه عندي شيء هي لكن مين بان يدي بالله قاضي نيكا اتكس كصحافة ده كوش غيني الواحد رون كوري ايه ان وحبة وحك بالله عليه ايه عدين له تولد ابو محمد جمهوريه الصومال احمد محمد السيلانيو مر حداد ناشونال سكيورتي ايشيز كوينو الى لسان وزير عدان وحرنا حدا كوريسان ديار بانو وزير هذا كان ديار بوي وحنا كوضا هلينا انا دقيان وحوي ان ورك امدو هليسا اي نقضو مت فاكتس كوسامس فاكتشوالا او ور دابا او لوغي هي سورس كو كسو بحي اي ميشو حتى هذا سورس كو قرين كرت لكن وحوي فاكتشوال waa waxaan idin balan qaadayaa inaan wax la wixii tayeen haday horumarka saxaafada tahay the institutions bill aan jaamacadeen oo dhimay journalism ko wadiga ma falaya ya ma jira waxa weeye in faculty jaamacadaana lagu soo kordhiyo journalism diga hadii inta institution noo bilaabmayna school كان ده إمك وزارة school كان نيشة institute كان civil center institute كوكلة أنا ده كسو أنا كسو introduce كرينا والدولة دولة الله هاي قريب journalism ك ك ك ك يو communication كمها كل هذا وحبرته يا هدي كلا إنه دولة دهان هي international بقى إنه سلك عشان كرنا سيدا إنه independent institute أو تيجيو waxaan ku dhahay journalism iyo ethics of journalism labadaba waxaan ku dhahay aynu saaka ugu horeeyay waxaan magacaabay guddiga rag wasaaradda ugu waaweyn iyo madaxda wasaaradda iyo qeybaha kale ayaa guddida members ka ah todoba guddidaas waxa ka shaqeyn doontaa sidii loo ilaalin lahaa ama loo monitor gareyn lahaa oo loo uga warheyn lahaa warbaahinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka baxaya wacyi marka laga hadlayo af Soomaaliga oo warkeena ka baxaya haddii TV-yada yihiin ama radio-yada iyo website-yada iyo jornaalada ay noqdaan horta war dhisano caruurteena iyo odayaasheena iyo cid waliba ay akhri karto marka guddidaas waan taan magacaawnay waxaan doonayaa inay luqadda ka baxdo adduunyada meel walba gudi noocaas dalka adduunka dhan way jirtaa marka waxaan doonaynaa wax laan weeyeen ka baqayaan inay noqdo war hufan waxaan doonayaa inay noqoto war waxaan u daawanaynaa ethics keen ku shaqeeyo oo filimada aan u daawanaynaa aan noqdo qaar pornographic ah ee ilgo ma waxa samaxmi ha adoo ma fahmaysa ha adoo ma fahmaysa aan noqon wax dhaqankeena iyo hiddeena khatar ku ah filimada caruurteena iyo ablaheena ay daawanayaan inaan hooyadii kufsanayo iyo naaga aabaheed ninka kala baxaysa iyo maarada waxa ayaan noocaas aynaan ku wada dhaqmine aynu ku dhaqano wax dhaqankeena iyo hiddeena iyo diinteena run ahaantii waafaqsan iyo laan weeye ka baxayaana waa booyo aan waa boonaado maxamed halkaas aan ka arko uma jeedo yacni gaar ahaan isaga waxaan ka wadaa laakiin dad waa independent community naga la joogaayo inay noqdaan guddidaas yacni guddi run ahaantii day ilaalinaya saanka waxaan kale soo jeediyay guddida aan maxamuud oo kala hadlay guddoomiye
مدحتوية هي ايربورت كان انا مانتا مدحتا كاهي ولي انا ايربورت وزير كاه او ولي ما وريتي وحنا دونا صحافات قارين نسوكش وحنا دونا صحافات دالكا هدو ويب سايت هي هدو تي في هي هدو راديو راديو مشرع ما هم يعني اي هي إنا اللواء مدبا مدحتوية دي ايربورت كبركم مدحوينها ما يشبرك وكهل ليو إنا إن قار المسؤول تد فيرس أن فوموس إكسبيرينس له أو جورناليزم إثيكس له يغنى له فهنسن واحد لغا ربو يو واحد لغا دونيو وحن كلو دون إنا تد أن هبنا يهين إكزاكلي هو ديز البيبال آر بالكم اللي سوى ديك سدايما تد بدن بل قول لي ساكور هيسان ها ما فهمتين هذا ها فاك ملاحا ودادون كغيرا أيان لقود لي كمرد عين غرت ما أنت وساي غورا يو مركان واحد مرة حشال إنه ملاه يجي شو تفهم سلام غورا يو أيه بحاشا لقوا هذيك سلوا لقوا بري واحد دون إن أما أنت لقى بلا بقود ده أنا شو يعني واحد لو واحد هي شفت هذا الكلام أنا شو يعني وحوي يا هذي تهاي شورنا ما تدرك إنه كغيرا أنت وين عدك سو غرتان أي بيلو دي له وأنا درك كرو فوكس تي في جاي كمان ما كاس يين كاس ومية عدد ده توين سوبر كم يا عم تقول شو ما كان عارف هذا الوزارة ده يعني بعد يعني وعند شو نحن نشوف في سنو سدو وصحافة ده كده دور ما فرس أما يسوي سو ده يعني ما يبغى مايكروفون هذا تيجي دونا مايكروفون هذا كاس سارم دونا نحوينا نوقف وقاعد دونا نوقف كاس سؤاله هاي كبار هاي كود دي سوبر ميز ما كان وحنوي وحنجون هنا ما يلاش عيسى محمد ودكرة هذا أنت أبو حسان سيدي يعني سيستم كيو هاي أبوها هاي الحوينة هو سيدي كيو حكا قبنا يا أمور بلعنا يا أي نغضان ضد أنه كوكا صورنا هاي أي نغضان ضد اعتقس كيلة أي نغضان ضد في هن سن صحافة ضد إكزاق لواحدة مدعوينا مركان الله كل من نوع هوي يقرن ودي تمريد سومال لهم بينهم أي نباهين هنا مركان سيدة نباهين هنا أسلوب تيدا يوناك تيدا خبرت تيدا انتما وعيني والله سعودان قد دا ايان مقا عاوي وحارانو نا كقبا حيان بلان كاقا غادي يا قدو بي ادي يا من بريسك سول شبا حيار كان نسيفي عم بين وغوغا شغين دونا واح وحيو علي يدو مش ودانا ايا المهنة ودانا واح سول شو ودانا ايا وزير عداني يو وزارة دور فافد ودانا مدعو هنا جمهوريد سومال لاني بارلمان كنا ودانا واحد قار أو عن ذلك اللي أنا هاي مجد أو personally and أنا ما بقدر ينير فورا في شو اللي بيزيد تبقى كتير وصوت اللي نو مورد دوانا وارد أنا وانا صوب حد دوانا أنا ولا وصير نو ده بده شو بناي مرة قال بده نو واحد لون نجسي أنا مقدرت إنه كان في generation to generation ما أقول هذا مرة قال هذا إنه interest كنا قار كا كسرنا وأنا كيف كنا كقرن كا waxaan isku diideynaa weer ha umada jamhuuriyadda Soomaaliya adeenu inagu waxa gaarka ah inuu ka fikirno inuu ka weyn inuu ka saarno oo interestka ee dagaarka iyo shakhsiga iyo hawlaha inuu ka saarno aynu umada iyo qaranka u fikirno waxa qabayna meel isugu imaanaysan anuu heegan baan idinahay diyaar baan idinahay haday tahay tahay iyo haday wada shaqeyn tahay waliba dhow oo kaloosa bal baan idin ka qaadaya inaan wada shaqeyno waxaan kala idin balan qaadaya waxna waxaan duuyada idin ka heli karo inaan ahayn in partner oo gala shaqeynayo oo saxaafada haday madax banaan tahay iyo haday ururka soo jeetay labadaba aan oranayn aan waa kan jooganayo harkadaan marka aan wada korno ayay danta qaranku ku jirtaa aad baan idin salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shirka rawaan waa weyn rufri ya wasiir kuwaanu fasaxa ugu tagi doona laakiin saacad wasiir aan ragaas sheegtay oo wasaaradda hawlaha aad u fil saartay wargii qarkood halkan fadhiya xeer ka sameeyay sidoo kale deergii ururka hore uu soo hoggaaminayay meesha fadhiya qoloyinkaas waxaan jecelahay inay nala joogaano hawsha runti ayagana u soo asaan gareeyso oo dee hawshan muhiima maadaama dee aad saas sheegtay dee inoo wada dan tahay hawsha asmooda asaan shaqadeeda kala umnaana iyaga hawo hawo gareen eega waxa weyn asmooda asaan shaqadeeda kala